أنزل الله نبيه آدم من الجنة ومعه ذو الفقار خلق من ورق من غرس الجنة. وكان نبي الله آدم يحارب به أعداءه من الجن والشياطين، وقد كتب عليه: لا يزال أنبياء يحاربون به نبي بعد نبي وصديق بعد صديق حتى يرثه أمير المؤمنين فيحارب به عن النبي الأمي. لذلك يعتبر سيف ذو الفقار من مواريث الأنبياء، وقد توارثوه الواحدة تلو الآخر. ولما انكسر سيف الإمام علي في معركة أحد، هبط جبرائيل عليه السلام بسيف ذي الفقار من السماء وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، فأعطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعطاه رسول الله إلى الإمام علي عليه السلام. كانت منزلة ذي الفقار كمنزلة عصا موسى عليه السلام، وكان الإمام علي إذا خرج به إلى أعدائه أحسوا بالخطر فيتراجعون، فما ضرب به أحدا من خلق الله إلا أفقره في هذه الدنيا من أهله وولده، وأفقره في الآخرة من الجنة. وقد وصفت ضربات الإمام علي عليه السلام بسيف ذي الفقار أنه إذا اعتلى فيه قد، أي قطع الشيء طولا، وإذا اعترض قط، أي قطع الشيء عرضا. وأما عن وصف السيف فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سمي ذا الفقار لأنه كان في وسطه خط في طوله، فشبه بفقار الظهر، إلى أن قال: وكانت حلقته فضة. ولما كان أمير المؤمنين علي عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، ورث سيف ذي الفقار، ثم انتقل هذا السيف إلى الأئمة الواحدة والآخر حتى صار عند صاحب الأمر الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهو الآن عنده مع جملة تراث آل محمد عليهم السلام. لذلك يعتبر هذا السيف من علامات إمامة الإمام المهدي ومن علامات خروجه أيضا، إذ تقول الرواية أنه إذا حان وقت قيامه ينطق سيف ذي الفقار ويكلمه بلسان عربي مبين: قم يا ولي الله على اسم الله فاقتل بي أعداء الله.